بسم الله الرحمن الرحيم. هل كتب على أهلنا الحزن والموت والإهمال؟ هل أصبحت أرواحنا مستباحة؟ ومتى يجف نهر الدماء في الجنوب الصامد الصابر المحتسب؟ أقول هذا الكلام بينما جثمين أهلنا في قنا والمعنة تستقر الآن في مثواها الأخير، 22 شهيدا وثلاثة من الجرحى، بينهم 5 من أسرة واحدة سقطوا في حادث أليم يوم الأربعاء الماضي. أحيانا يكون الكلام ثقيلا ومرا، فهل يمكن للكلام أن يساوي الدم ودموع الأمهات وحسرة الأبناء؟ من سيعوض بنت صغيرة عن أبيها الذي رحل في غمضة عين؟ من سيعوض ابن عن حضن أمه أو زوجة عن زوجها؟ نؤمن بقضاء الله وقدره، ونعرف أن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الصمت أحيانا يؤذي النفس ويؤلم الذات. أخطاء في أخطاء في أخطاء ترتكب أحيانا من السائق، وأحيانا بحكم الواقع، وأحيانا بحكم السرعة، لكن هذا المشهد من أمام مشرحة مستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط العام كان مأسويا عندما وقف الناس ينتظرون استلام الجثث. أصوات البكاء تخترق الآذان على احتراق جثث ذويهم التي لم يستطيعوا التعرف عليها إلا بفعل الكشوفات التي جرت بالدي إن إيه. منذ ساعات طوال ونحن نعيش الألم بلحظاته المرة والصعبة، كان الأهالي يهرعون من كل مكان، آلاف البشر زحفوا من قنا، من بلدتنا الفقيرة المعنة، ذهبوا إلى هناك ليصطفوا صفوفا ويجلسوا على قارعة الطريق ينتظرون أن يتم دفن جثمان أبنائهم. عندما اتصلت بالسيد المستشار عمر مروان وزير العدل، كان دائما عند مستوى المسؤولية، تحدث مع هنا في الطب الشرعي مع رئيس الطب الشرعي السيد الدكتور أيمن حسان الذي جاء في 8:30 من صباح الأمس ومعه الفريق، وبدأوا في إجراء تحليلات الدي إن إيه للشهداء جميعا. عملوا ليل نهار، تركوا كل شيء، لم يذهبوا حتى للإفطار، جلسوا حتى 11 مساء، واليوم كذلك ظهرت النتيجة كاملة في 3 ظهرا عندما ذهبوا مبكرين إلى الطب الشرعي لينجزوا المهمة. عندما التقيت أهلنا هناك شعرت بالحسرة الشديدة والألم الشديد، شعرت أن الدموع تغالبني، فأنا أعرف أهلي وأعرف صديقي عبد السميع الذي هو أب هذه العائلة التي فقدت، أعرفه منذ كنا صغارا في المدرسة الابتدائية، وأعرف إيمانه بالله سبحانه وتعالى وصبره وجلده. وعندما تحدثت معه أدركت مدى الإيمان الذي يسكن في قلبه هو وكل أسرته المعروفة بإيمانها المعروفة بخدماتها للناس، والذين يذكروننا بوالدنا الكبير الحاج محمد عبد القادر. كل بلدتي كانت حزينة، بل كل قنا كانت حزينة، في كل مكان، في الجبلة وفي أولاد عمرو في دندرة، حيث الشهداء الذين سقطوا. لا يمكن أن أنسى دور محافظ أسيوط اللواء عصام سعد الذي ترك كل شيء وذهب ليقف مع الأهالي ويتابع هذه الكارثة. لا يمكن أن ننسى دور رئيس الطب الشرعي هناك الدكتور جورج، ولا ننسى دور الأمن الذين منذ اللحظات الأولى كانوا معنا. ولكن لا يمكن أيضا أن ننسى إهمال رجال الأسعاف، فقد اكتشفنا جثتين
بالمصادفة بعد 18 ساعة كانتا ملتصقتين في السيارة الأتوبيس الذي احترق عن آخره بفعل صدامه مع سيارة نقل بترول. لا يمكن أن ننسى أن هناك في كل صعيد مصر لا يوجد معمل دي إن إيه، فاضطر الأهالي أن ينتظروا، واضطررنا أن نأخذ العينات إلى القاهرة وأن نكون هناك في الطب الشرعي منذ 7:30 صباحا حتى ننجز المهمة. لماذا يحرم الصعيد من معمل؟ لماذا رجال الطب الشرعي الذين يقومون بكل مهمة وبكل المهام الكبيرة، هل تعرفون كم عددهم؟ 70 شخصا و50 في المحافظات. هل تعرفون كم رواتبهم؟ لا تزيد عن 3000 جنيه، وهم الذين يقومون ويشرحون، يقومون بعمليات مهمة. هل تعرفون ثمن تشريح الجثة كم؟ 35 جنيها. هل تعرف أنهم ممنوعون حتى من أن يفتحوا عيادات، لذلك يسافرون إلى الخارج. أتمنى بالفعل من السيد وزير العدل الإنسان أن ينظر في هذا الأمر. أتمنى أن تنظروا إلى المناطق الصعبة في طرق الصعيد. نحن نعرف دور الفريق كامل الوزير، ولكن هناك بعض الوصلات تحتاج إلى تدخل عاجل وسريع لأنها تتسبب في أزمات وحوادث كثيرة ومتعددة. نتمنى نظرة إلى أهلنا الذين تزهق أرواحهم، منذ أيام كان حادث سوهاج والآن الحادث الآخر. أتمنى من السيدة الوزيرة الدكتورة الإنسانة نفين القباي أن تقوم بدورها المعهود في أن تقدم تعويضا لأسر هؤلاء 22 شهيد. لم نسمع حتى الآن أن الحكومة قد تحركت ومنحت لهم تعويض، أو أنها وقفت الوقفة التي تقفها في كل الأزمات، رغم أن أموال الدنيا كلها لا تكفي روح إنسان واحد. لكننا دائما نعتب في مثل هذه الأمور. أتوجه إليك يا سيادة رئيس الوزراء يا سيدة وزيرة التضامن بأن تتخذوا القرار الذي يسري على الجميع في مثل هذه الأمور. العزاء لأهلنا والعزاء لكل من نعرفهم ومن لم نعرفهم، والشكر لكل من وقفوا معنا في هذه الأزمات. أما الإهمال، أما بعض المسائل التي ما زالت ناقصة، فبالتأكيد لابد أن يكون مجالها مجلس النواب. هؤلاء أهلي في بلدتي المعنة، في هذا المكان الذي نشأت وترعرعت فيه، قلبي معهم وروحي معهم. أشعر أن المصاب هو مصابي، كما رأيتم هو مصاب البلدة جميعها. لم يجلس إنسان أو إنسانة في بيته، الكل خرج إلى المقابر ليشارك في تشييع أغلى الناس الذين فقدناهم ورحلوا عنا. واليوم أيضا رحل كاتب مصر الكبير، واحد من الرجال الذين نحترمهم جميعا، شيع جسمانه الطاهر. إنه أيقونة الصحافة المصرية على مدار أكثر من 50 عاما، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، ورئيس مجلس إدارة الهلال، ورئيس تحرير مجلة المصور الأسبق. شيع جنازته من مسجد آل رجدان وسط جمع كبير، وكان في مقدمة المشيعين النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس الكتاب، وعدد كبير من المسؤولين، وكيل مجلس النواب، وعدد كبير من الأعضاء والكتاب والصحفيين. مكرم محمد أحمد كان علامة بارزة من علامات الصحافة
والسياسة. وأتذكر عندما جرى تعييني في منتصف الثمانينات في مجلة المصور، وانتقلت من جريدة الأهالي إلى مجلة المصور، اعترض علي جهاز أمن الدولة في هذا الوقت، فوقف الأستاذ مكرم محمد أحمد بكل قوة وفرضني بالفعل وأصدر قرارا بتعييني. إنه الإنسان الخلوق المخلص لمهنته والمخلص لوطنه. رحم الله الأستاذ مكرم محمد أحمد وألهم أسرته وكل الأسرة الصحفية الصبر والسلوان. أيضا هناك حالة من الحزن والاستياء الشديد سادت بين أبناء خريجي صيدلية أو صيدلة دفعة 2018-2019. بدلا من الفرحة بالتكليف الذي طال انتظاره لأكثر من 3 سنوات بسبب تعيين جزء من الدفعة وهم الحاصلون على تقدير امتياز وجيد جدا، فوجئنا بهذا الذي حدث. بعد حركة التكليف أكثر من 19,000 خريج لا يعلموا مصيرهم الآن. وهل من الممكن أن تعلن وزارة الصحة أسماء جديدة من الخريجين؟ الحقيقة هذه الأزمة، أزمة التكليف، أثارت الدهشة والاستغراب لدى الصيادلة في عدة نقاط. أولها، على أي أساس تم تحديد التوزيع الجغرافي؟ ولماذا لم يتم مراعاة ظروف الصيادلة الإناث وخاصة المتزوجات وأيضا المعاقين؟ ثانيا، هل قانوني تعيين جزء من الخريجين دون الآخرين هو قانون صالح؟ وماذا سيكون وضع الوزارة إذا استندوا للقانون؟ ولماذا لم تعلن الوزارة الحد الأدنى للمجموع الاعتباري للجهات التي تم التوزيع عليها؟ ثالثا، دمج نتيجة تكليف قسمي الصيدلة العام والإكلينيكي رغم فصلهم أثناء تسجيل الرغبات، وده مخالف لما كان يحدث من قبل. الموضوع ده خطير وفي خريجين كتير اتظلموا، محتاجين من السيدة الدكتورة وزيرة الصحة أو الدكتورة سحر حلمي مدير إدارة التكليف إنهم يطلعوا يقولوا إيه اللي حصل، وعلى أي أساس تم تكليف جزء ولم يكلف الآخر، وعلى أي مادة قانونية استندوا في ذلك، وهل يرضوا بهذا الظلم الذي يكتوي النفوس الآن؟ إحنا في انتظار الرد. أيضا أزمة تلو أخرى، هذه الأزمة الحقيقة المرة دي بطلها السيد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة لشؤون الإعلام. آخر هذه الأزمات ما جرى من دكتور خالد مجاهد تجاه الوفد الإعلامي والصحفي المدعو من قبل مكتب إعلام محافظة قنا خلال جولة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لمستشفيات المحافظة. متحدث وزارة الصحة قام باختطاف الموبايلات من عدد من الصحفيين أثناء تصويرهم للوزيرة ومنحهم من أداء عملهم ونقل الوقائع للمواطنين والرأي العام، مما أثار حالة من الضيق والضجر لدى صحفي محافظة قنا، وقاموا بالانسحاب من تغطية الجولة اعتراضا على سوء المعاملة والتصرفات غير المسؤولة من مساعد الوزيرة. على أثر هذا الموقف أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيان بسبب تكرار الشكوى من متحدث وزارة الصحة، حيث أعلنت النقابة عن رفضها واستنكارها للواقع ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم وحقهم في الحصول على المعلومات وتغطية المؤتمرات والاجتماعات العامة. وطالبت النقابة الدكتورة هالة زايد بالتحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم لرد اعتبار الزملاء الذين تعرضوا لها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية بالتعاون مع النقابة والمؤسسات الصحفية من أجل تسهيل عمل الزملاء الصحفيين في التغطية المنتظمة. لازم نعرف يا فندم أن الصحفيين مهمتهم وعملهم أنهم يتابعوا، أن يعاملوا بهذا الشكل، لا، هم مش سقط متاع أبدا. والنقابة مفروض لها موقفها ويجب أن يحترم هذا الموقف ويحترم كل صحفي في أداء عمله. إنما نتعامل بهذا الشكل، يكفي أن احنا بنتصل محدش بيرد علينا من وزارة الصحة. أنا بستغرب لولا ما تدخلت الوزيرة في آخر مرة جابت لنا الدكتور مصطفى الغنيمي ما كناش عرفنا تكلمنا مع حد. فالوزارة بتشتغل إزاي إعلاميا؟ نريد أن نفهم هذا الأمر. فيش حد فيهم بيرد علينا، ولا الأخ خالد ولا غيره ولا غيره، كأن مش موجودين. لو أنتم ما بتحترموش الصحافة كده ما طلبناش في حاجة. ثم إزاي تعاملوا الصحفيين بهذا الشكل؟ دول صحفيين محترمين وليهم وضعهم، لابد أن يعاملوا باحترام. لما تتخطف الموبايلات ويتبهدلوا ويحرجوا أمام هذا الأمر، سيادة الوزيرة نحن نحتاج إلى تحقيق قوي وفاعل منك. بتمنى الغلابة ظاهرة جديدة دون أن يعلن عن هويته. أطلق شاب
بمنطقة حلوان فكرة خيرية جديدة لمساعدة المواطنين وتوزيع كراتين الخير عليهم مع قدوم شهر رمضان الكريم. وكما لقبوه الأهالي بإتمان الغلابة، التقينا صاحب هذه الفكرة وهو أحد شباب هذه الدائرة وأجرينا لقاء معه حول مبادرته الخيرية. تقرير ثم نعود إليكم. عنا احنا عندنا نسبة فقر كبيرة، فاحنا كشعب لازم نتعاون مع بعض ونقضي على الفقر ده بايدينا بمعاونة الحكومة. احنا كشعب لازم نقف مع البلد بتاعتنا مع الحكومة متمثلة في شخص الرئيس السيسي. فكشعب احنا طبعا الناس الفقراء دي اهالينا واصحابنا واخواتنا وناسنا، يعني مش ناس غريبة علينا. فاحنا الناس دي الغلابة دول لهم حق علينا، يعني ربنا هيسألنا عن الناس دي، فلهم حق علينا. احنا لازم نقف جنبيهم، لازم نقدم لهم يعني اللي في ايدينا، يعني لازم نحس بيهم ونراعيهم، ما نسيبهمش يعني كده لوحديهم. فالفكرة جت طبعا من عند ربنا، عشان ربنا بيجعلنا أسباب لقضاء حوائج الناس. طبعا القصه كلها مش الفكره كلها مش اكل وشرب بس عشان احنا في رمضان وكده، لا، هي حمله باتمان طول ايام السنه. هي القصه مش في رمضان بس هي الصدفه اللي هتبتدي في رمضان ده، يعني اول مبادره الصدفه اللي هي نبتديها في رمضان ده. وبعون الله يعني احنا عاوزين ننتشر في مصر كلها، عاوزين نقضي على الفقر في مصر بايدينا بايد شعبنا وبايد شبابنا بإمكانياتنا، يعني إذا كان بسيطة ولا كبيرة. المهم اللي احنا نحط إيدنا في إيد بعض ونقف مع أهلينا الناس الغلابة وإخواتنا، لازما نراعيهم ونقف جنبهم. احنا فريق كامل، يعني كلنا شباب، يعني أكبر واحد فينا 32 سنة. فطبعا احنا نظمنا نفسنا جزء يحصل الكشوفات، احنا قلنا هنوزع الجوامع كنايس وحاجات من دي. فنظمنا نفسنا جزء للكشوفات أسامي الجوامع وكده، وجزء بيجهز الخامات لكراتين رمضان تعبئة وتغليف زائد شنط البطاطس والبصل. يعني طبعا الفريق الثالث اللي هو بينزل يوزع الجوامع والكنايس والناس اللي محتاجة يعني عموما. طبعا احنا طبعا كنا وعدين أهل حلوان اللي احنا هننزل خير ده او هنوزع في 30 منطقه داخل حلوان. الحمد لله احنا لحد دلوقتي احنا اعتبر وزعنا في 35 منطقه مش 30 كمان. كان للبرنامج وسيبقى موقفه من العديد من شركات قطاع الاعمال. خلال الاسبوع الحالي يعني استقبلنا وفد من شركه الدلتا للاسمده سماد طلخه. هذا الوفد جاء من نقابيين وشخصيات تاريخية في الشركة ليعبر بالفعل عن تقديره لمبادرة البرنامج ولمواقف الجميع الحقيقة في النواب وغير ذلك من الأمور. الحقيقة احنا اللي بنشكرهم واحنا اللي بنتمنى بالفعل لبلدنا دايما الاستقرار، ونتمنى لعمالنا دايما الخير والنماء، ولمصانعنا الصناعة الوطنية اللي بيتكلم عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مزيد من النماء. ونتمنى بالفعل ان احنا نواجه كل المشكلات بروح من الموضوعية وبروح من المسؤولية. في مبادرة جديدة اطلقتها الكنيسة القبطية الارثوذكسية اسمها مصر تستطيع. المبادرة دي لدعم الفتيات والسيدات المكافحات التي يحققن انجازات لانفسهن ولاسرهن تحت عنوان هي تستطيع، حيث استضاف المقر الباباوي بالقاهرة فعاليات إطلاق المبادرة اللي بتقوم على تنفيذها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية. طيب معانا على الهاتف السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج. دكتورة مساء الخير وكل سنة وانت طيبة. يعني احنا طرحنا من شوية موضوع التعويضات لإخواننا، نتمنى ان احنا نسمع وجهة نظرك في هذا الأمر. اولا مساء الخير استاذ محمود، ويعني رمضان مبارك على الجميع، وعزائي للاسر اللي فقدت يعني في الاحداث المتتاليه اي ابن او فرد او سيده، وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل. زي ما حضرتك شفت كده يعني الاحداث المتتاليه لواحد تلو الاخر، سواء من حوادث الطرق او من عمارات او من مصنع
زي ما حصل في العبور يستدعي ان احنا يعني اجراءات احترازية مننا مش بس في كوفيد 19 ولكن في الامن الصناعي وفي مراقبة الطرق من طرف. طبعا انا عارفة ان زملائنا في الداخلية قايمين بالواجب لكن كمان احنا كتضامن بنعمل حملات كشف ويعني محتاجين حقيقة عدد تثقيف. لكن احنا كوزارة التضامن معنيين بثلاث حاجات قبل الطوارئ بنوعي الناس اكتر وبندرب العاملين فينا. اثناء الطوارئ بنقدم طبعا الدعم اذا كان اقامة غذاء كساء للاسرة يعني اي دعم نفسي للاسرة نقل دم اقامة الاسر المصابين كل ما يستدعي ان مهمات الاغاثة تنزل فورا. لكن بعد الحادث بده يبقى معنيين بالتعويضات. التعويضات ليها قواعد احنا بنتبعها حاليا بنضعفها لما بتكون الاحداث عامة والدولة مسؤولة عنها مسؤولية مباشرة. المبالغ بتبقى مختلفة تماما وبيصدر بيها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء. لما بتبقى الأحداث فردية وتبقى يعني مش أحداث أو بيئة أو حوادث عامة بتبقى التعويض أقل شوية. فإحنا طبعا في الحادث الأخير بتاع الأوتوبيس اللي اصطدم وكان راح في ضحية ل 22 متوفى. الحقيقة احنا انا الحادث حصل اول امبارح احنا خدنا اجراءاتنا امبارح وانا وقعت على التعويضات. التعويضات بتتم صرفها لما بيكون شهادات الوفاة بتطلع. احنا حتى بنساعد مع السيد وزير العدل ومع السيد النائب العام بنساعد في الاسراع من استخراج شهادات الوفاة زي ما عملنا في سوهاج واعلامات الوراثة سريع جدا عشان نقدر نصرف. طبعا ده بياخد من اسبوع على اقل لاسبوعين. فاحنا رحمة طبعا بالمكلومين من المصابين او المتوفين بننزل على طول بالمؤسسة العامة للتكافل بنصرف مبالغ فورية ليهم عشان كده هم زملائي بكرة ان شاء الله بيتجهوا لأسر المتوفين في المديرية المعنية بيتوجه دبل يعني بصرف النظر عما تقرره الدولة من تعويضات. لكن زملائنا في المؤسسة العامة للتكافل وفي الجمعيات الأهلية بنصرف فوري يعني مثلا في سوهاج صرفنا 20,000 لكل مصاب فوري أسفل كل متوفى. في أسر انت عارف حضرتك السعيدة طبعا في أسر رفضت انها تاخد المبلغ الى حين دفن المتوفى وتم التعامل معاهم. اما في حادث الطريق دوت فالزملاء بكرة نازلين لأسر المتوفين وأسر المصابين بيصرف تعويضات فورية من المؤسسة العامة للتكافل والجمعيات الشريكة الى حين صرف التعويضات المقررة طبقا للقانون في حالة الإغاثة والأزمات. شكرا لك معالي الوزيرة السيدة الوزيرة دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. والحقيقة بشيد بالسيدة الوزيرة دايما في مواقفها ودايما في تحركها السريع. ما فيش شكوى بنقولها لها الحقيقة من المسؤولين الحقيقة اللي دايما لديهم حمية حتى في مواجهة الشكوات والتعامل معها. شكرا لك. وصلتنا شكوى من النائب مسعد لطفي النائب السابق بالدقهلية بيقول ان منزله في ميدان لطفي المرسي امام نادي القضاء بطلقة تحول الى موقف سيارات عشوائي وبيطلب من مديرية الامن بالتدخل لانهاء هذه الازمة العشوائية. العاملون بالقطاع البحري بشركة مصر البترول بنظام العقد المؤقت يشكون عن عدم مساواتهم بزملائهم المعينون رغم انهم يبذلون جهد كبير في العمل ورغم ذلك لا يتقاضون اي حوافز او مكافآت. تعرض أكثر من 200 شاب للنصب من مكتب سفريات وهمي بشارع فيصل بالجيزة أوهمهم عبر إعلان نشره في الإنترنت بالسفر إلى روسيا مقابل مبلغ من المال وتم غلق المكتب بعد تحصيل الفلوس من الضحايا وهرب أعضاء المكتب إلى مكان الأموال العامة إلى مكان غير معلوم. احنا بنتوجه إلى الأموال العامة بهذا البلاغ ونتمنى بالفعل اتخاذ الإجراء السريع. في استجابة سريعة من وزارة التضامن الاجتماعي للحالة التي أدعناها بخصوص المواطن مكايد عبد الرؤوف تم التعامل مع الشكوى وتشكيل لجنة من وزارة التضامن وقامت بزيارة
حالة المواطن وبعد الفحص لحالته تقرر تقديم المساعدات التالية: سيتم توفير دراجة بخارية لرب الأسرة، سيتم صرف مساعدة 500 جنيه للأسرة لمدة 6 أشهر يجوز تزويدها، تقديم مساعدات غذائية للأسرة شهريا من إحدى الجمعيات الأهلية بالبحيرة. طبعا هذه الأمور جيدة وكويس أن يبقى في حاجة بالشكل. عموما تعالوا ناخد فاصل ثم نعود لنتحدث معكم عن مسلسل الاختيار 2، رجال الظل ودور الشهيد محمد مبروك بعد الفاصل. بعد الموسم الرمضاني اللي فات والاهتمام الكبير اللي أثاره مسلسل الاختيار مع النجم أمير كرارة، ها نحن نسترجع مع الاختيار 2 رجال الظل أحدث هذه الأوضاع لنتابع ما جرى. المصريين دائما مسيرتهم تبقى خالدة بكل تفاصيلها بين الأفراح والأحزان، الضحكات والبكاء، التضحيات والخيانة، الشهامة والندالة. عام حالك بالسواد خلال حكم محمد مرسي حتى ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013، يوم خرج الشعب المصري بكل أطيافه وأعماره في كل الميادين بيطالب بإسقاط هذا النظام. الاختيار 2 عمل أكثر من رائع حتى الآن، يستحق الإشادة والتوثيق بعد أن وثق أحداث للتاريخ هتذكرها الأجيال الجاية بالفخر والعزة والكرامة. الحقيقة الاختيار 2 يوجع المشاعر ويلهب الوجدان، ينزع الأهات من دخلك، حاجة ممزوجة بالرعشة والدموع وابتسامة تعلو الشفاه، فخر وإعزاز، بطولات صنعها الأبطال لغتها الصمت حتى يتحدث الإنجاز. إنجاز ده يا جماعة هو اللي بينير لنا الطريق، طريق المجد، طريق الإخلاص، طريق العودة إلى الصواب، طريق الحق والإطاحة بكل ما هو ضد الوطن. الاختيار 2 لبيتر ميمي مخرج متمكن وطني مخلص، رسم خيوط العمل بكل دقة، استخدم نجوم من طراز فريد، استطاعوا في الحلقات الثلاثة اللي عدوا انهم يبهروا المشاهد وكأنه متعايش داخل مسرح العمليات. توثيق لواقع بنفس اسماء الشخصيات ده يمكن ادى قدر من الصدق للمشاهدين والمتابعين بحماسة مؤججة للوجدان بتعيش داخل كل العمليات اللي بينفذها ابطال العمل. احنا يعني المسلسل ده خلال حلقاته الثلاث حتى الان زي ما قلت لكم قمة الابداعات وبيجيب لنا ذكريات رغم قساوتها حتى الان. شفنا مشاهد اعتصام ربعة، شفنا ملاحقات الامن الوطني، شفنا المخططات، التفجيرات، الصراع بين الحق والباطل، سيئنا اللي ارتوت بدماء ابنائنا الزكية لابطال امنوا بقضيتهم. طبعا احنا بنشكر كل صناع هذا العمل ونجوم الاختيار 2، نجوم الملحمة، نجوم التاريخ. الحقيقة من ضمن هذه المشاهد وبدأ الآن يشهد المقدم محمد مبروك. مقدم محمد مبروك أيقونة وطنية تتعلم منها الأجيال، هو ضابط كان بجهاز أمن الدولة وبعدين انتقل بعد ثورة 30 يوليو بقى ضابط في جهاز الأمن الوطني. المقدم محمد مبروك كان مسند إليه متابعة جماعة الإخوان في ظل عمله بجهاز مباحث أمن الدولة قبل ما يتفكك، قبل ما تقتحم مقراته في كافة أنحاء الجمهورية. محمد مبروك نجح من يوم 10 يناير 2011 في أنه يلتقط مكالمات كانت بتتم بين محمد مرسي وكان أيامها عضو في مكتب الإرشاد وأحمد عبد العاطي وكان أيامها مسؤول التنظيم الدولي للإخوان في تركيا. المكالمات دي أثبتت علاقة الجماعة بالأمريكان وأطراف أجنبية أخرى، وخصوصا أن ده حصل قبل 25 يناير بقليل، 25 يناير 2011، وده كان سبب في سجن 34 من قياداتهم في سجن وادي النطرون يوم 27 يناير 2011 بتهمة التخابر. محمد مبروك كان بيشعر بجرح غادر بسبب ما آلت إليه أحوال البلاد من أزمات أدت إلى انهيار جهاز الشرطة زي ما احنا شفنا. كان في غاية الحزن من حرب الإثارة والكراهية اللي كان بيشنها إعلام للأسف غير وطني ضد هذا الجهاز اللي شكل حلم مبروك وغير مبروك منذ الصغر. مبروك كان يعرف يعني يؤدي عمله بإخلاص زيه زي كل الرجالة
في الشرطة وفي القوات المسلحة، وكان يعز عليه انه دايما يشاهد زوجته رشا حسني وابنائه زينب كان 12 سنة عندها، مايا كان 10 سنين، زياد كان 6 سنوات، وهم بيسألونه دايما ليه يا بابا الناس بتكره رجال الشرطة رغم كل اللي بيقدموه. محمد مبروك كان يدرك ان البلد بتتعرض لمؤامرة كبرى، وانه هدم جهاز الشرطة ده صنيعة إخوانية ممنهجة، لكنه كان عارف تماما ان مفيش حد يمكن يعني يسمع كلامه في هذا الوقت. كان دايما بيقول لأسرته المهم ان مصر تبقى مهما كان التمن، حتى ولو كان التمن أرواحنا جميعا. ودي يعني رجل، كل رجل شرطة دي عقيدة عنده، كل رجل جيش دي عقيدة عنده. في الوقت ده كان محمد مبروك بيبلغ من العمر 40 سنة، حقق أمنيته في الالتحاق بكلية الشرطة منذ زمن طويل. كان الابن الوحيد والمدلل لوالده مبروك خطاب اللي كان بيعمل مستشار للشؤون القانونية بوزارة الأوقاف وأصيب بالشلل في هذا الوقت. كانت والدته الحاجة روحية دايما تحنو عليه، وتشعر بأن الله يعني من عليه بيها بعد طول انتظار. كانت بتعمل مدرسة في هذا الوقت. محمد مبروك كان مرتبط بوالديه إلى أقصى درجة. الحقيقة يعني كان دايما مستقر في بيته، وكان زوجته بتتحمل أعباء تربية الأبناء إلى جانبه، لأنه كان دايما أغلب وقته في مهام وطنية. كان مهنك في عمله من الصباح حتى وقت متأخر من المساء، زي أي ضابط أمن وطني أو زي أي ضابط موجود في الشرطة. كانت الزوجة بتحل مشاكل الأبناء وتتعامل معاهم وتوديهم المدارس، وكانت بارة بوالدي زوجها، تتزاور معهم هي والأولاد بشكل مستمر، وحتى في أعياد الميلاد كانت دوما تصر على أنها يعني تتواصل معهم وتكون معهم في البيت بشكل مستمر. كان دايما محمد مبروك يقول أنا ورايا راجل، لأنه كان يعرف الدور اللي بتقوم بيه الزوجة. كانت هموم ومشاغل محمد مبروك كبيرة، كان مخلص في عمله إلى أقصى حدود، كان رؤسائه دايما بيحملون مزيد من الأعباء، كان عندهم ثقة فيه وفي إخلاصه. كانت معرفته بتنظيم الإخوان وعناصره ووعيه بمخططاته بتخليه دايما مرجعية وحجة للكبار اللي كانوا بيستمعوا إليه بإعجاب منقطع النظير وبيتابعوا شغله. كانوا بيقروا تقاريره المعلوماتية والتحليلية بنهم شديد. محمد مبروك كان إنسان طيب القلب، يؤدي الصلوات في مواعيدها، يرق قلبه دايما لحال الفقراء اللي كان بيلتقيهم في الشارع. وكانت أجمل لحظات حياته لما يذهب لأداء فريضة الحج زي ما ذهب مع والديه وزوجته في عام 2010. أصعب اللحظات اللي واجهته لما عرف صدفة أن والدته قد أصيبت بالسرطان. صممت والدته على إخفاء الخبر عنه بعدها، وبعد ما عرف اكتشف المرضى المرض فجأة وبدون سابق انذار. ساعتها يعني هي طلبت من زوجها ألا يعلم محمد بأي حال من الأحوال، هي عارفة مدى حبه ليها وعارفة قلقه عليها. لما محمد مبروك عرف بالأمر ترك كل شيء وجري على والدته مسرعا، وفضل يحضنها ويبكي غير مصدق، وكان عاتب على والده أنه ما بلغوش بالمرض. كانت الأم بتخفف من حزنه وتقول له أنها كانت سبب وراء إخفاء هذا الخبر لأنها خايفة عليه. منذ هذا الوقت تزلل الحزن العميق إلى قلب ونفس محمد مبروك، اللي كان دايما يقول أنه لا يتخيل لنفسه حياة من بعد والدته وبعد والده. كان بيحرص دايما على أنه يتكلم معها في الصباح والمساء، وكان يقتنص بعض الوقت عشان يروح يزورها بين الحين والآخر ويتابع حالتها الصحية. الأب ما كانش أحسن حال، أصيب بالشلل منذ فترة وظل قعيد المنزل لا يخرج من الشارع إلى الشارع إلا فيما نظر. كان محمد مبروك بيداوم في هذا الوقت على لقاء صديقه المقدم محمد عويس اللي كان رئيس لوحدة مرور الويلي في هذا الوقت. جمعتهم علاقة صداقة وأخوة منذ التحاقهم مع بعض بكلية الشرطة. كان المقدم محمد عويس دائم التطلع إلى المال والسلطة، وكان دايما يقول للمقدم محمد مبروك انت بتتعب نفسك ليه زيادة على اللزوم، ولا حد هيقول لك شكرا، شوف مصلحتك احسن. وكان مبروك بيوجه ليه اللوم دوما على كلامه ده. كانت علاقات المقدم محمد عويس متعددة بحكم عمله رئيس لوحدة مرور الويل، كان بيتوافد عليه يومين العشرات من كل حتة يعني. وكان تامر العزيزي واحد من هؤلاء الذين تعرفوا على المقدم محمد عويس، توطدت العلاقة بينهم، بقى في صداقة.
تامر عرف نقطة ضعف المقدم عويس فبدأ يغدق عليه بالهدايا ويقدم له الأموال في مناسبات متعددة ويعمل له خدمات، ورويدا رويدا بدأ يصطحبه لحضور دروس دينية في أحد المساجد المقربة من الجماعة. كان المقدم محمد عويس يواصل التردد بشكل مكثف على أحد المساجد بالقاهرة الجديدة يتلقى الدروس هنا، وكان دائم الدفاع عن وجهة نظره وسط المتشددين من اللي كان بيتحاور معهم. ولكن في ديسمبر 2012 التقى بشخص إرهابي يدعى محمد بكري، وده أحد عناصر الجماعات المتطرفة. التقى هو والمقدم عويس في مكتبه في اسم مرور الويلي، دار نقاش مطول بينهم حول تطبيق الشريعة والطائفة الممتنعة. وأثناء ما يحتسوا الشاي مع بعض أفصح هو محمد بكري، وهو كان اسمه طارق زياد وده اسم حركي، انه بيقوم بجمع معلومات عن ضباط بجهاز امن الدولة السابقين اللي عملوا في عهد مبارك، وخص منهم بعض الاسماء، قال وائل مصلحي، محمد محمدين، احمد سامح وغيرهم. على الفور قام محمد بكري بعرض صورهم اللي بيحتفظ بيها على هاتفه النقال على المقدم محمد عويس، وطلب منه المساعدة في معرفة أرقام سياراتهم وماركتها وعناوينهم كمان، ومقابل أنه هيدفع له مبلغ كبير. محمد عويس في الأول تردد، لكن محمد بكري استطاع إقناعه بأن هؤلاء كانوا يعادون الدين ويعذبون الشباب المسلم، فقبل محمد عويس التعاون معه ووعد بمعرفة عناوينهم وإبلاغها إليه. وقبيل أن ينصرف عرض محمد بكري عليه صورة المقدم محمد مبروك، وهنا فوجئ المقدم عويس لأن محمد مبروك ده صاحبه، وتساءل طب انتوا بتجمعوا عنه معلومات ليه؟ فظل محمد بكري يشرح له كيف اوقع محمد مبروك بكبار قادة الاخوان والجماعات، والخطر اللي بيشكله في الوقت الراهن لانه عقلية جبارة ومش عادية، وده بيشكل خطر على الحركة بتاعتهم. مقدم عويس قال له انا اعرف مبروك جيدا ولي علاقة شخصية به، ولكن لن اتورط في ازيته. صمت الارهابي محمد بكري، لم يعلق على كلمته سوى بالقول احنا بنحمي ديننا ونحافظ عليه وعموما الخيار لك. قال له المقدم عويس ولكن مبروك اقلع عن ذلك، خلاص ساب الحكاية دي. فقال له محمد بكري بل هو ما زال مستمرا في الجهاز حتى الان، ويعد من الطائفة الممتنعة الواجب قتالها. وصل المقدم محمد عويس رويدا رويدا الى القناعة الكاملة في هذا الوقت بضرورة مقاتلة الطائفة الممتنعة واستباحة كل المحرمات من أجل الوصول إلى هذا الهدف وتحقيقه. ولذلك لما طلب منه الإرهابي محمد بكري تبديل لوحات مرورية بأخرى استجاب له على الفور، ما هو ضابط مرور في الوقت ده، رغم أنه يعرف أن ذلك بيتم بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد آخرين. ولما طلب منه الكشف عن رقم سيارة برضو عمل له الكشف بسرعة، قال له السيارة دي ملك واحد مسيح. كان محمد عفيفي وده إرهابي تاني قد أصدر تعليماته، هو ده مع المجموعة بتاعت المطرية، أصدر تعليماته لمجموعة المطرية ومعها بعض العناصر الأخرى من مناطق مختلفة بسرقة سيارات المسيحيين وتغيير لوحاتها المعدنية عشان ينفذوا بها عمليات إرهابية ويتباع منها البعض عشان يتصرف على التنظيم. كان محمد عويس بيساعد كوادر التنظيم الإرهابي اللي تعرف عليهم بمدهم بكل ما يحتاجونه من معلومات. بعد ما سقط الإخوان وانهار حكمهم في 2013 وعزل مرسي بإرادة شعبية وانتشرت أحداث العنف، ساعتها وافق محمد عويس اللي هو ضابط المرور على الانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس خارج سيناء، وأصبح مطيع ومنفذ لأهدافه وتعليماته، وكانت الأموال بتدفق عليه بغزارة من عناصر التنظيم. في الموعد المحدد للقاء كان المقدم عويس يحمل معه المعلومات اللي طلبها الإرهابي محمد بكري عن ضباط الأمن الوطني بما فيهم صاحبه اللي هو المقدم محمد مبروك. قدم عويس كافة المعلومات عنه وتحديدا عنوانه الحالي في مدينة نصر وأرقام هواتفه وماركة سيارته ولونها ورقمها والمواعيد اللي بيخرج فيها وبيرجع فيها وصورته أثناء إفطار جماعي لدفعة خريجي كلية الشرطة، مع أنه كان على يقين بأن محمد مبروك أصبح هدفا للتنظيم لكن باعه. طبعا محمد بكري الإرهابي سعد بهذه المعلومات، وكانت التعليمات الصادرة إليه من محمد عفيفي اللي هو القائد بتاعهم تقضي بالتركيز على محمد مبروك بالذات. بعد ما جاءت التعليمات من داخل السجون باعتبار أن محمد مبروك هو اللي عمل قضية التخابر باعتباره الشاهد الوحيد في القضية دي وقدم معلومات كثيرة جدا، وتولت النيابة التحقيق وهو اللي شهد،
ومثل أمامها في التحقيق لحوالي 8 مرات، لكن التعليمات صدرت بإعداد خطة عاجلة لاغتيار أولا وزير الداخلية اللي هو محمد إبراهيم في الوقت ده انتقاما لأحداث اعتصام 4، والخطة كانت معدة من زعيم جمعية أنصار بيت المقدس اللي هو أبو عبد الله شخصيا بعد ما اندلعت ثورة 30 يونيو، وبعد ما انحاز الجيش إلى الشعب. التنظيمات دي كلها زي ما عارفين أصيبت بحالة من الهلع والصدمة، وقالوا أنه المواجهة مش هتقتصر على تنظيم جماعة الإخوان، إنما ستمتد المطاردات الأمنية إليهم أيضا، فبدأوا الاستعداد لمواجهة على الفور، وراحوا يعدوا أنفسهم ويقوموا بتخزين الأسلحة استعدادا للمواجهة وتنفيذ العمليات الإرهابية ضد هذه الشخصيات. كان المقدم محمد مبروك قد عاد في هذا الوقت إلى المقر الرئيسي لجهاز الأمن الوطني بمدينة نصر بعد ما اتنقل من الجيزة، وكان في 6 أكتوبر اللي هي كانت تبع الجيزة يعني أثناء فترة حكم الإخوان وإبعاده عن تخصصه. تم إلغاء قسم التنظيمات الدينية طبعا اللي هو كان فيه داخل الجهاز، فغابت العديد من المعلومات المهمة عن الجهاز لمعرفة ومتابعة العناصر المتطرفة. كان محمد مبروك يدرك أن عمر جماعة الإخوان في الحكم هيكون قصير، وكان يدرك دايما أن خيرت شاطر بيترصد به ضمن عدد من ضباط الأمن الوطني الآخرين اللي كانوا مسؤولين عن نشاط التنظيمات الدينية وفي المقدمة منهم جماعة الإخوان. كان محمد مبروك يلازم ضباط الأمن الوطني دايما معاه، كان معاه دايما المقدم عمرو مصطفى كامل في هذا الوقت، جمعتهم صداقة كبيرة، وكان يمكن عمرو مصطفى عارف تماما ان هناك خطة لجماعة الإخوان عشان يتخلصوا من محمد مبروك وعدد آخر من الضباط، لكن كان دوما يشارك محمد مبروك في اليقين ويراهن على المستقبل ويقول ان عمر جماعة الإخوان في الحكم لن يدوم. محمد مبروك بدأ يمارس نشاطه بكل جد واجتهاد بعد انتصار الثورة وعودته للمقر الرئيسي لجهاز الأمن الوطني، وكان بيسابق الزمن في أنه يعمل قاعدة معلومات عن نشاط جماعة الإخوان، خاصة بعد ما بدأ التنظيم الخاص للجماعة في أنه يشعل البلاد ويحدث فوضى، وخصوصا أحداث الاعتصام المسلح اللي احنا شفناها في ربع العدوية. نيران اشتعلت في قلوب قيادات الإخوان، انتشرت الحرائق، عمليات القتل في أماكن متعددة، فالجماعة وضعت بمشاركة التنظيمات الإرهابية خطة للتخلص من بعض الضباط وفي المقدمة منهم محمد مبروك ووزير الداخلية اللي هو محمد إبراهيم. زي ما بقول لكم حملوا محمد إبراهيم مسؤولية يعني إلى جانب القوات المسلحة، ففض اعتصام 4 وسقوط عدد كبير من هذه العناصر، وقرروا أنهم يعملوا خطة لاغتيال، وظن منهم أن ده حيردع النظام أو حيردع الدولة كلها ويرفع من الروح المعنوية لأعضاء تنظيم الإخوان في هذا الوقت. في لقاء سري عقده أحد العناصر الإرهابية ويدعم زي ما لكم محمد عفيفي مع المجموعة اللي ساعد إليه بالتنفيذ وكان هو منهم، قال إن نجحنا في الثأر من محمد مبروك سيردع الآخرين ويضع لهم حد وحننقذ إخواننا من السجون من حبل المشنقة. في هذه الفترة كان المقدم محمد عويس وسع نشاطه، قام بإبداد الإرهابي أحمد عزة شعبان، فاكرين بتاع اللي كان في الفيلا بتاعت الرحاب اللي الدنيا ولعت هناك، اداله خطة سير اللي هو محمد إبراهيم وزير الداخلية أول بأول بعد ما طلب منه ذلك، وكذلك الحال بالنسبة للمقدم محمد مبروك وعدد من الضباط الآخرين خاصة اللي في جهاز الأمن الوطني. أحمد عزة شعبان كان بيسكن في مدينة الرحاب وينتمي لأسرة سرية ثرية تعمل في مجال المقاولات وتمتلك سلسلة من التوكيلات التجارية، وكان متفوق في دراسته وكان يرغب في الالتحاق بكلية الألسن، لكن والده أقنعه بالالتحاق بكلية التجارة الخارجية عشان يساعده في إدارة مشروعاته. تزوج في 2005 من إحدى قريباته وأنجب منها طفلتين، وقد حدثت نقطة التحول في حياته لما أقنعه واحد من أصدقائه بحضور درس ديني لأحد المشايخ في منطقة المطرية، تعرف على الإرهابي محمد بكري وعدد آخر من أعضاء التنظيم وقاموا بتجنيده وعرضوا عليه المشاركة في خطة اغتيال المقدم محمد مبروك فوافق على الفور. ده حصل في هذا الوقت. المهم كان برضو في عدد آخر مطروحين وبدأوا يعرضوا عليه المشاركة في خطة محمد مبروك وغير الحقيقة. عهد إليه أكثر من مرة بشراء الأسلحة وتوصيلها للعناصر التكفيرية في عدد من مناطق القاهرة وتخزين بعضها في فيلا الرحاب، وقد نجح في كل ذلك نجاح مبهر واكتسب ثقة قادته. وكان أحمد عزت بيمتلك فيلا أخرى في التجمع الخامس استخدامها أيضا لمصلحة التنظيم وتخزين الأسلحة. كان أحمد عزت بيتردد في أوقات سابقة على اعتصام 4
ووفر للمعتصمين مبالغ كبيرة لشراء الخيام والطعام، وبعد فض الاعتصام اتجه على الفور إلى منتجع مارينا في الساحل الشمالي عشان يختفي عن أعين الرجال لفترة من الوقت. مع اشتداد حدة الحملات الأمنية في هذا الوقت، عهد التنظيم لأحمد عزت بضرورة التحرك لإنجاز المهام المطلوبة، على اعتبار أنه ما كانش معروف زي الآخرين. أحمد عزت بدأ يتردد مجددا على المقدم محمد عويس في مرور القطامية، وفي إحدى المرات طلب منه أنه يوصل الاتصال بالمقدم محمد مبروك عشان يتعرف عليه والتواصل معه. بالفعل قام محمد عويس بطلب هاتف محمد مبروك، ثم أبلغه أن معاه صديق عاوز يتعرف عليه واداله الهاتف، واحمد عز الشعبان كلم محمد مبروك في هذا الوقت. بعد هذا الاتصال بايام قليله التقى اربعه من الارهابيين، من بينهم محمد بكر ومحمد عفيفي وشخصان اخران، عشان يراقبوا المقدم محمد مبروك. جلسوا على احد المقاهي القريبه في مدينه نصر، فضلوا يراقبوه وهو بيهبط من منزله، الا انهم انصرفوا بعد ان وضعوا خطه التنفيذ على ارض الواقع. وكانت المره الثانيه عندما استعدوا لكنهم شاهدوه وهو بينزل من بيته، وكان معاه زوجته السيدة رشا حسني وأولاده الثلاثة، وكان ده قبل ما يتم اغتياله بعشر أيام، فسابوه المرة دي. طلب محمد عفيفي من محمد بكر في هذا الوقت تأجيل تنفيذ العملية لبعض الوقت بسبب وجود مشاكل أمنية لبعض أعضاء التنظيم اللي بيتعرضوا لمطاردات شديدة من الشرطة، ومن بين هؤلاء محمد سعد عبد التواب اللي كان متهم بالاعتداء على كنيسة الوراء، وآخرون من مجموعة المطارية، يعني دبر لهم بنفسه شقة عشان يقيموا فيها. جريت الأيام سريعة، كان القرار قد اتخذ والتعليمات جاءت من السجن بضرورة الإسراع في التنفيذ وقتل محمد الشهيد محمد مبروك مهما كان السبب. قبل التنفيذ بيومين أو ثلاثة التقى محمد بكري مع محمد عفيفي وآخرين في أحد مقاهي مدينة نصر خلف مطعم آخر الساعة على طريق النصر بجوار ميدان الساعة. كان الاتفاق يقضي بتأجيل بتنفيذ خطة الاغتيال باستخدام سيارتين في العملية، واحدة للرصد والتانية للتنفيذ. تم الانتفاق على الأشخاص اللي هيكونوا في سيارة التنفيذ وموقع كل واحد منهم داخل السيارة والمهمة الموكولة عليه، كذلك الحال بالنسبة لخطة الرصد. جرى الاتفاق على أن يتولى محمد بكري قيادة السيارة، على أن يجلس محمد عفيفي خلف السائق مباشرة، وأن يجلس فهمي وكنيته وهاني وهو عضو في خلية المطرية إلى جوار محمد بكري في المقعد الأمامي، وأن يجلس خلفه كيمو وهو أيضا عضو في خلية المطرية. كان الاتفاق يقضي استخدام سيارة متسوبيشي للانسر سوداء في التنفيذ، أما سيارة الرصد فقد كانت من نوع فورد فضية اللون. عهد إلى أحد أعضاء التنظيم ويدعى عمرو سلطان بقيادة سيارة الرصد اللي هي الفورد، وإلى جواره جلس عضو آخر اسمه الحركي يوسف، بينما كان أحمد عز الشعبان يقود سيارة لكشف الطريق عن بعض. كان عمرو سلطان عضو بخلية المطرية وكان يتمتع بذكاء شديد وقدرة فائقة على قيادة السيارات، أما يوسف فقد انضم إلى تنظيم أنصار بيت المقدس قبل التنفيذ بفترة قليلة، ولم يكن أحد يعرف اسمه الحقيقي أو حتى عنوانه، وكان ليه دور في مساعدة محمد عفيفي في الحصول على شقة الجيزة أثناء عملية البحث عن مكان ليقيم فيه المطلوبون. تم الاتفاق مع بين المنفذين على أن يكون بحوزتهم ثلاثة أسلحة آلية من نوع كلاشينكوف يتسلمها محمد عفيفي وفهمي وكيمو، وقد وعد محمد عفيفي بتوفير كاميرا ديجيتال لتصوير الحادث أثناء التنفيذ. في مساء 17 نوفمبر 2013 التقى أعضاء المجموعتين لتنفيذ العملية، جرى التقاء في 9 مساء من نفس اليوم، وكان الاتفاق أن يتم اللقاء قبل هذا الوقت فترة قصيرة، إلا أن الازدحام الشديد كان سبب في تأخيرهم عن الوصول في الموعد المحدد. كان محمد بكري قد أكد لهم أن محمد مبروك يهبط من منزله للذهاب إلى مقر جهاز الأمن الوطني في 9:30 من المساء كل يوم، وقد أكد له هذا الموعد المقدم محمد عويس اللي تولى مهمة متابعة مبروك بدقة، وكان بيبلغ التنظيم بالمعلومات أول بأول في هذا الوقت. كان محمد مبروك قد عاد إلى منزله بعد عصر ذات اليوم بعدما زار والده ووالدته للإطمئنان عليهم، ثم سرعان ما غادر للراحة بعض الوقت ورؤية أسرته. وكان مبروك جلس مع زوجته بيتدبروا أمور المنزل وبيتحدثوا عن أحوال الأبناء الثلاثة زينة ومية وزياد في المدارس وأحوالهم يعني. حضروا بعد كده لتناول الغداء مع والدهم، ثم دخل محمد مبروك إلى غرفة النوم ليخلو للراحة بعض الوقت. التقت المجموعة الإرهابية في نفس المقهى اللي التقوا فيه من قبل كده خلف مطعم آخر الساعة. كان هناك شخص آخر قد التحق بالمجموعة ويدعى أبو يوسف، كان طارق قد تولى عملية كان محمد بكري قد تولى عملية تجنيده، وكانت مهمته في هذا اليوم أن يقوم بتغيير لوحتي السيارتين بعد تنفيذ العملية.
كان طارق قد استعان باللوحتين اللي تم من خلال محمد عويس بتغييرهم في الوقت المناسب وسلمهم ليهم كي يتم استخدامهم في العملية الإرهابية. حضر أبو يوسف إلى نفس المقهى بسيارته النيسان السوداء وجلس بالقرب من المجموعة اللي حتتولى التنفيذ يتابع تحركاتهم عن بعد. في 9:15 مساء بدأت المجموعة تتحرك باتجاه منزل محمد مبروك في شارع قريب من شارع السراج مول بمدينة نصر. أوقف عمرو سلطان سيارته في مواجهة منزل محمد مبروك لرصده ومراقبته. كان بحوزته أكثر من جهاز موبايل في هذا الوقت، وإلى جواره جلس أشرف ووسام بينما توقفت سيارة التنفيذ في آخر الشارع وعلى بعد نحو 100 متر من العمارة اللي بتقع عليها شقته كان موجود هناك. أما أحمد عزت شعبان كان ينتظر في مكان آخر عشان يتولى كشف الطريق بعد تنفيذ العملية. كان الاتفاق يقضي بأن يعطي عمرو سلطان الإشارة لفريق التنفيذ بمجرد أن يهبط مبروك من منزله ليبدأ التحرك لتنفيذ عملية الاغتيال. كانت الحركة هادئة في الشارع ولم تكن هناك أي إجراءات أمنية أو أي رجال شرطة بتواجدوا في المنطقة فيها. ودع محمد مبروك زوجته وأولاده وطلب منه نجله زياد أن يأتي له بالشوكولاتة ويسلمها للبواب قبل أن يذهب إلى عمله. ابتسم مبروك وأومى برأسه دليل الموافقة ووعده بتنفيذ مطلبه قبل أن يغادر إلى عمله. كانت زوجتي رشا تشعر بانقباض شديد في هذا اليوم، لم تعرف له سببا. احتضن زوجها كما لم تحتضنه من قبل ودعته أمام منزله وظل الباب مفتوحا إلى أن غادر وهبط في الأسانسير. ظلت تشير له بيدها مودعة إلى أن اختفى بعيدا عنها. أغلقت رشا باب شقتها، نظرت إلى صورته المعلقة على جدران الصالون، بدأت كأنها تستعيد ذكريات زوجها محمد مبروك منذ فترة طويلة. أمسكت بالهاتف، تحدثت مع والدته واطمأنت على صحتها وبلغتها أن محمد سوف يذهب إلى عمله بعد أن يحضر الشوكولاتة اللي طلبها نجله زياد. بعد قليل توجه محمد مبروك إلى أحد المحلات القريبة من منزله، جاء بالشوكولاتة، سلمها للبواب الذي طلب منه توصيلها إلى شقته ثم غادر. ركب محمد مبروك سيارته وعلى الفور اتصل عمرو سلطان بالإرهابي محمد بكري وقال له الهدف نزل من بيته وعليك أن تتحرك تحوه فورا. بسرعة البرق تحركت سيارة الإرهابيين المنوط بها التنفيذ، وفجأة وجدوا أنفسهم في مواجهة سيارة محمد مبروك اللي كان يقود السيارة بنفسه ودون حراسة رافقه. أصبحت سيارة محمد مبروك على شمال سيارة التنفيذ ولم يكن ممكنا أن يطلق فهمي وكيم الرصاص عليه لأنهما حتما كان سيصيبان محمد عفيفي ومحمد بكري اللي بيتولى القيادة. كان محمد عفيفي ممسك بالكاميرا ديجيتال في يده داخل السيارة ويستعد لتصوير عملية الاغتيال لإذاعتها في وقت لاحق. لاحظ محمد مبروك أن هناك من يتربص به، حاول الفكاك سريعا فدخل في أحد الشوارع الجانبية. كان هناك شارع يقع على يمين سيارة الإرهابيين، توجهوا نحو بسيارتهم ثم دخلوا باتجاه يمين في يمين حتى يلحقوا بسيارة محمد مبروك. فجأة لمحوا السيارة المستهدفة، طاردوها حتى أصبحوا على يسارها وأصبحت سيارة الهدف على يمين سيارة المهاجمين. وعلى الفور قام الإرهابيين فهمي وكيمو بإطلاق الرصاص على محمد مبروك من أسلحتهم الآلية وتواصل الضرب لفترة من الوقت حتى سقط مبروك شهيدا بعد أن همرت على جسده نحو 12 طلقة في صدره. نكمل معكم الأسبوع القادم. التحية لروح الشهيد والتحية لكل أرواح شهداء مصر. شكرا لكم، كل عام وأنتم بخير. نلتقي الجمعة القادمة 11 مساء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.